عبر حزب الجبهة الديمقراطية، أحد أحزاب المعارضة الأربعة الأكثر تأثيرا في الحياة السياسية المصرية، دعا الدكتور محمد البردعي أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية بهدف الضغط على النظام الحاكم ليقبل بالمطالب السبعة المتضمنة في بيانات الجمعية الوطنية للتغيير. دخولهم إلى هذا المعترك ليس للحصول على الأغلبية، ليس للوصول على الحكم، وإنما باعتبارهم أقلية غير مؤثرة تشكل في رأيي جزء من الديكور السياسي المصطنع الذي نعيش فيه. يعني أسأل نفسي كيف يأخذنا النظام بمصداقية إذا كنا نطالب بتعديل القواعد وفي نفس الوقت نلعب طبقا للقواعد التي نود أن نغيرها؟ يعني هناك حتى خلاف منطقي. الخلاف الواضح بين البرادعي وأحزاب المعارضة حول الانتخابات وقضايا أخرى لا ينسحب على حزب الجبهة الذي قاطع انتخابات مجلس الشورى بالفعل، ولا يتباين مع رؤى البرادعي للوصول إلى التغيير. يعني هو بيتكلم عن الديمقراطية، احنا بنتكلم عن الديمقراطية، هو يتكلم عن الدولة المدنية، هو يتكلم عن الدولة المدنية، هو يتكلم عن إعطاء الحريات للمواطن بكافة أشكالها احنا بنعملها. بعبارة أخرى، المبادئ التي يتحدث الدكتور البرادعي عنها هي في الحقيقة المبادئ الموجودة في برنامج حزب الجبهة الديمقراطية في أهداف الجبهة الديمقراطية. البرادعي الذي رفض فكرة المخلص طالب الشعب والنخبة المصرية بالانتقال من مرحلة التعاطف إلى حالة الحراك، معلنا للمرة الأولى عن مشاركته في وقفة سلمية احتجاجا على ما وصفه بمنهجية التعذيب المتمثلة في حالة المدون خالد سعيد. وصلنا إلى أن أصبح التعذيب، تعذيب الإنسان، أسلوب منهجي في معاملة النظام مع الشعب المصري. يعني هذا نقلنا إلى القرون الوسطى عندما ومحاكم التفتيش. ولذلك يعني أنا قررت أن أنا أذهب إلى الأسكندرية يوم الجمعة القادم لأقوم بوقفة سلمية، أقرأ أو أدعو لضحايا التعذيب. ووسط حالة الانقسام التي دبت بين النخبة داخل الجمعية الوطنية للتغيير، نفى البرادعي تخليه عن الجمعية الوطنية، كما رد على انتقادات الآخرين بكثرة سفرياته إلى الخارج. لم يحدث أبدا إطلاقا أن أنا كنت رئيس وتخليت، وأنا وما زلت برعى هذه الجمعية، وكل شخص من يرعى هذه الجمعية باعتبارها هي ممثلة للشعب المصري. أنا سياسي غير محترف، عندي التزامات مسبقة قبل ما أجي هنا، وكأي شخص عنده مصداقية لابد أن أوفي هذه الالتزامات، وإنما الأهم من ذلك كذلك هذه الالتزامات كلها تسب في مصلحة مصر، كلها تتعلق بالأمن الإقليمي، كلها تتعلق بأثر العولمة على منطقة الشرق الأوسط. لابد أن نكون على صلة، ولابد أن نكون على تواصل مع العالم. العالم النهاردة أصبح قرية مترابطة، خلاصنا مش هيكون بس في الداخل، خلاصنا هيكون في الداخل وفي الخارج. يقول البرادعي إن التغيير السلمي للنظام لن يتأتى إلا بعد أن يوقع عدة ملايين على بيان معا سنغير، لكن الموقعين هنا لم يتجاوزوا حتى الآن 70,000 شخص، ما يثير تساؤلات واسعة حول قدرة الجمعية الوطنية لإحداث التغيير قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. طارق الشامي، الحرة، القاهرة.